أوقات مفكري بي، وإذا قصدك تنتقمي مني فأنا جيت لعندك وبترجاك، وإذا بدك ببوس إيدك. بوس. رجع لمحلك. يا لطيف يا لطيف على البني آدم كيف بينقلب من فوق لتحت. فاتن، انت فيك تقولي انك كنتي منهارة وما عم تعرفي شو عم تحكي، واني انا فعلا حاولت انقذك لما وقعتي بالبحر، وانك ما اعتديت علي. اني حاولت اتقرب منك. انت فهمتيني غلط. بتطلع كذابة، بدل ما يحطوك انت بالسجن يحطوه وقلها. وحياتك ما بيحكوا معها ولا كلمة. وشو رح تقلن عن هويتي اللي سحبتها من الاوتيل؟ اني ما عرفت اتصرف وخفت يتهموني بقتلك. لا يعني لا، انت فعلا عجيب. هلا انت ما بعدت معلمك برهان يحكي معنا؟ ما خبرك شو قلنا له؟ ضروري تزل حالك لهالدرجة. حبيبتي والله ما رح انسى لك اياها بعمري. لك هدول ليش تأخروا؟ ليكونوا ما عرفوا البيت؟ لا عرفوا، نقلتهم يا مرتين. لكن وين هن هلا؟ حبيبتي هدول مثل الأفلام، ما بيحبوا يجوا لو تخلص الجريمة. فاتن لو سمحتي. لو سمحت ارجع لمحلك. شو يا؟ نغاب الله تلعب يا فا؟ هو ما عمل لك كفاية؟ شو أنت ما بدك تعطيني هويتي؟ معلش فاتن خليها معه، مشان تكون أداة جريمته. لك أنت اسكتي. بدك يعني اسكت وانا قاعده ببيتي؟ هاي هويتك وهي الموبايل. والله مو على اساس راح بالبحر؟ لا ما راح بالبحر. طيب اقعد. ليش واقف؟ مشان الله الغولي هالمسألة وما رح تندم. منندم إذا ما فتت على السجن وعفنت فيه. صحيح أنا ممكن فوت على السجن، بس صدقيني ما رح تتهنوا براته. وشو ممكن تعمل يعني؟ يعني ممكن صلت عليكم الناس يحولوا حياتكم لجحيم. ايدك وما تعطيك. شو فاتن؟ كمان هذا رأيك؟ هذا رأيي، مو رأي حدا تاني. طيب يا فاتن، شو علي؟ لحظة، عود لنتفاهم. هن بصراحة الثلاث ملايين قلال شوي، بدنا مبلغ نفتح فيه مشروع ونعيش منه. كلامه صحيح، يعني شو العشر ملايين بالنسبة إلك ولثروة أبوك؟ شبك شبك ليش ارتعبت؟ هذا صاحبك برهان. مرحبا. أهلين، تأخرتوا. شرفوا استلموا. أنت يلي جيت لعندهم برجليك. هيك يا فاتن، برافو عليكي.